بصمت. تترك الحرب في اليمن ملايين الأشخاص عرضة لوضع نفسي بالغ التدهور، كانعكاس مباشر للظروف القاهرة التي خلفتها 7 سنوات من الصراع المدمر. حرب لفحت نارها جميع الفئات، من الأطفال الذين وقعوا أسرى لجحيم القصف والمواجهات وحرموا من أبسط حقوقهم المعيشية والتأهيلية، إلى النساء اللواتي أجبرن على الخروج من ديارهن بحثاً عن ماء أو غذاء في ظل غياب المعير الذي خطفت روحه الحرب، أو اختطف دون ما ذنب في سجون الميليشيا، أو راح في جريمة اغتيال سجلت ضد مجهول. إلى الرجال الذين عجزوا عن إعالة أسرهم بعد سنوات من انقطاع المرتب الحكومي، وأجبر بعضهم على الضرب في أصقاع الأرض بحثاً عن مصدر رزق. هذا غيض من فيض التداعيات الكارثية للحرب على الصحة النفسية في اليمن، التي تمر بأسوأ مراحلها، ويكسر عدد ضحاياها حاجز الملايين، إذ توصلت دراسة يمنية عام 2019 إلى أن 85% من اليمنيين يعانون من أزمات نفسية. في اليوم العالمي للصحة النفسية، تورد التقارير المحلية والدولية أرقاماً مرعبة لضحايا التدهور النفسي ازدادت في الآونة الأخيرة، بعضهم ممن تعرض للاعتقال والتعذيب في سجون الميليشيا، وضحايا تدهور الوضع المعيشي وانعدام فرص العمل. ذلك ما جعل من المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيا تجمعاً كبيراً للمصابين بالجنون والهلوسة والاكتئاب الحاد، الذين صاروا بحاجة ماسة إلى التداوي النفسي المستمر وسط غياب شبه تام لخدمات الصحة النفسية في البلاد. دراسة طبية أشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية حادة، فيما قال تقرير أممي حديث إن عدد الأطباء النفسيين لا يتجاوز 46 طبيبا في عموم البلاد، أي طبيب نفسي واحد فقط لكل 500,000 شخص. كارثة مفزعة بلغت حد انتشار حالات الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيا، وتفشي ظاهرة العنف الأسري التي دفعت البعض إلى قتل أفراد أسرته على وقع إصابته بحالة نفسية معقدة. وحتى تضع الحرب أوزارها في اليمن، تبقى الآثار النفسية هي الوزر الأثقل من السلاح، والخطر الأكبر الذي يتهدد مجتمعاً بأكمله، ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لمعالجة تداعيات الحرب الكارثية التي خلفت أكبر أزمة إنسانية عرفتها البلاد ولم تشهد المنطقة لها مثيلاً.